واقتربنا الآن من محل فسيخ آن الشعب، أشهر محلات الفسيخ في مدينة كف الشيخ العاصمة، والتقينا مع صاحب المحل ليعرفنا ماذا فعل يوم شم النسيم وهذه المهنة كيف يعمل بها أبا عن جد. اسم حضرتك؟ محمد بسطامس. الحمد لله خلصنا السكن، الحمد لله ربنا رزقنا، خلصنا الكمية اللي عندنا كلها، عشان خاطر احنا بنجيب على قدنا برضو، بنجيب كل حاجة على قدنا عشان الحاجة ما تحدقش عندنا، عشان السكن اهم حاجة عندنا ما حدش يزعل مننا. برضو احنا كنا اكبر عن جد طول عمرنا اللي هو رد عليك، واحنا سكنيه انا خدتها، الصناعه دي خدتها من ابويا، وابويا خدها من جدي، وجدي خدها من سيدي، يعني من زمان قوي واحنا على وطن. من كم سنه؟ اكتر من 100 سنه يعني، اكتر من 100 سنه اكتر كمان. لا لا، حواسين الصناعه دي من جدود جدودنا. طب الفسيخ بتجيبوه من خلال مزارع معينه ولا خلال زبون معين ولا؟ لا، مزارع معينه، مش اي مزارع تيجي من الناس. ومش اي سمكات تتملى هتبقى فيها. ازاي؟ اللهم صل على النبي، الفسيخ السمكيه لازم تبقى سمينه، عشان لو ما بقتش سمينه وجيت تملحها تفت المنه. تمام. عشان السمكيه تبقى سمينه قوي ومش اي حد يعرفها، يعني في ناس تجيب وفي الاخر تبص تلاقي السمكيه فتلت منها، دي بتبقى عيب سمكيه. وانتوا خلصتوا الساعه كام النهارده بيع الفسيخ؟ خلصنا من الظهر، بس بحاول انظف الدنيا. من الساعه 1 الظهر وانتوا زبونكم دايما بشوف دايما في طوابير واقفه لشراء الفسيخ. نظرا لسمعتكم ونظرا لجودة الفسيخ ونظرا لتصنيعه، لان المهنة دي تورثتوها ابا عن جد. ايوه والفسيخ بقى اسعاره تتراوح بايه؟ النهاردة زي اي يوم ولا يختلف؟ لا، احنا بنبيع، احنا دي زمة. الحمد لله بنبيع زي الايام العادية، زي ما السمكة بتنزل بنحسبها ماشي وبندي للناس. حتى انت لو احنا كنا بنبيع ب 250 وب 270، لو تسأل دلوقتي هتلاقي السمك ب 300 ويف كده. تمام، والحمد لله خلصت والله. يعني لكم زبون كل دايم اللي اتعود على الفسيخه. طبعا، عشان كده احنا بنعمل على قدنا عشان الحاجه ما تحدقش عندنا. لما الزبون يبقى ماشي مرضي احسن ما اديله سمك حادق ولا اي حاجه وفي الاخر يزبون. طب ومع نزول اسعار السمك الايام القادمه ان شاء الله بتنزله في اسعار الفسيخ؟ لازم على سعر ما هينزل منها، حسب السعر اللي بيوصل لك. حسب السعر، وانا نفسي ان هو يرخص اصلا. حضرتك انت صورته؟ لا خلاص، ربنا يوفقك ان شاء الله، واتمنى لك التوفيق، وكل سنه وانت طيب. ناس بتشم النسيم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.